المعتصم. المعتصمة ليه؟ إحدى أحداث اللي هي كلها يعني مفيش أي قرار حاسم ضد الشباب اللي اتقتل هنا، ضد الشباب اللي عمل ثورة ووقف وجاع واتهمونا بإن إحنا فعلا شباب مخنث هنا، واتهمونا بالكنتاكي. ورغم ده كله فيش طلع هم نفسه رؤوس الفساد، هم دلوقتي اللي بينصبوا على المراكز في الدولة. ففين العدل؟ وفين الثورة اللي اتقتل فيها 1000 شهيد؟ آخرهم من 5 أيام قعد 12 ساعة على ما يطلع تصريح عشان يتدفن. ربنا يعينك وإن شاء الله أجيلك بالليل إن شاء الله. إن شاء الله. اسمه حضرتك؟ ريم عبد العزيز. من الزازي. إيه ده الشرقية؟ أنا شايف الشرقية نازلة بتقولها. الحمد لله. ومن 25. ربنا يعينك. مصر الحرة. مبارك برة. شكلك معتصم؟ أه بس مش قادر. ماشي ربنا يعينك. تحب تتكلم؟ نعم. تحب تتكلم؟ لا تعليق. لا تعليق. لا تعليق. قالك إيه؟ قالك إيه؟